ما لقيتش اوضه نقعد فيه. لا لا ست الشارع وبنام على الكنبه اللي بره دي. طب هم ما جوش عينوا البيت ولا رمموا لكم ولا اي حاجه؟ محدش عين، واللي بيعين ما يمشي ما بيجيش. طب وش معنى البيت اللي جنبيكم دي؟ البيوت دي من بدري كان حريقه من زمان، وده كان احنا بيتنا واقع كده لوحديها واحنا قاعدين في الشارع دي. بقالوا قد ايه حد؟ بقالوا كتير، بقالوا يجي 5 أشهر ولا 6 أشهر واحنا قاعدين اهو زي ما انت شايف قاعدين كده في الشارع. اهم حاجه عندنا البيوت الخربانه دي ممكن تقع بينا واحنا نايمين، نعمل ايه احنا؟ نعمل ايه؟ محدش جالكم من الحي ولا المحافظه؟ مفيش اي حد، مفيش. ما بوش حتى بص ولا عينه علينا ولا اي حد بص لنا ولا قلنا ولا سالوا علينا ولا اي حاجه. والبيوت بص يعني الحته دي وقعت علينا واحنا واقفين. احنا نفسنا ان هم يهدوا لان ده مش هينفع غير كده. احنا خايفين في يوم من الايام لو جه شويه زلزال صغير كده ممكن يقع علينا. 9 قاعدين هنا ينفع؟ طب هما دلوقتي محدش جالكم هنا ولا عمل اي حاجه؟ ولا عملوا حاجه من ساعه ما طوروا البيوت اللي على الوش دي، ما عملوش اي حاجه. هما طوروا اللي على الوش وقالوا انتوا المرحله الجايه. اختي كان السقف هيقع عليا وعيالي، انا اوديك دلوقتي هوريهولك تالت دور السقف مايل كده، يعني السقف مايل كان هيقع على الواد، وهوريك الاوض كمان منظرها عامل ازاي. لا طوروا لنا حاجه ولا عملوا لنا حاجه، عملوا الناس ناس، عملوا للي على الشارع بمعنى اصح. شقتي كانت هتولع، يعني الجنب بتاع بيتنا هنا كان هيولع، والنار من يعني دلوقتي النار عشان خاطر عامله في البيت عندي. تعالى اتفضل. طب هو محدش من المسؤولين جه بص هنا ولا عمل اي حاجه؟ لا محدش هنا. شايف الحيطه عندي شقه ازاي؟ شايف؟ علشان خاطر النار ساعه ما كانت ماسكه في الجنب ده البياض كله طقطق، والله العظيم عندي هنا المروحه، كان في مروحه في الحيطه هنا ساحت ووقع كل دوت، ومحدش جه ولا سال ولا حاجه زي ما انت شايف كده. بنطلب ان احنا نتطور زي اللي اتطوروا، بلاش ما لا يهدونا ولا يضمنا يوضبونا. احنا ما بنطلبش من الحكومه اكتر من كده. احنا ما بنقولهمش زي ما طورتوا للتانيين ولا عملت لهم مسلح ولا كده، احنا بنقول لهم احنا هنقعد في بيوتنا بس وضبوا لنا وعلى حسابنا، مش هنقول لكم على حسابكم، وضبوا لنا وقسطوا علينا.